يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية العالمية.